دادا موتشو بغيتو تسمعوا شويه ديال العنصر النسوي اوف كورس اوكي وغادي نعيط لكم على ستاوي خاصني من كينا باش ننسى الفيلم ونعاود نعيش واللي قلنا قراب كيضرونا ديما هنا كيحسدو كاع اللي ربي ريش وخطوة خطوة غنبني سيرة ونعمل عيني اللي ناوي نشر قتلوني عشراني غير بسبب الغيرة غلطتي معايا غير بلا ما تجيب الشرح ما فكرناش كيفاش غادي تجي لينا شحال من الليلة انا في دماغي عصرت ملجأت الخطة ملجأت الميرة لحت كتوبي حيت احتاجي تصرف لي كنقولها كتكون خارجة من القلب غير ولي القلب حيت يمكن عندي طموح كلشي اللي عيط لزهر ويلقاه وزهري انايا طافي تليفونو طافي تليفونو طافي تليفونو بخير بخير اجبدني طافي تليفونو طافي تليفونو عليا تالورو لعيت بنولوف غا حيت عندي ظروف تشهيت البونوغ ما عندي تابولا اللي تشعل لي فراسو غنسالي صولو غادا في حرب لساني طالق لامو بابلي قدامي كيقول يلا فاموس الراب في ظهري كيغوت تيامو بلا بيك انا ناقص كتزيديني بالوغ شلعقابي تحطو في طريقي نط بزاف كرهوني في الراب حيت انا بنت ودري درقتو بضحكه صفرا وندمت وندمت اللي كنقولها كتكون خارجه من القلب ديرو لي القلب حيت يمكن عندي طموح كلشي اللي عيط لزهرو يلقاه وزهري انايا طافي تليفونو طافي تليفونو طافي تليفونو طافي تليفونو الو انا الاول اللي غادي نعطيك الراي ديالي اللي غنقد نقول هو برافو عليك فلو غادي مزيان حكمتي هاد لانستروي افرو قال لي ديزي بان راه ماشي النوع ديالك هاد الشيء هذا مره ياك الوغ منين قديتي بحال هكا تخرجي راسك فوق انستروي افرو وماشي ديالك هاد لو جور وسمعتك مزيان تي بوزي ان فلو زويون اي لي بارول واضحين راه زعما داكشي ناضي ما كاينش شكرا تبارك الله عليك الديتاي اللي نقدر نعطيك كتكتبي مزيان شكرا كتبه زوينه انستري كنتي تقدري تمشي فيه شويه ميلوديك بلو ميم تكست وقلتي واحد البار قلتي فيها بولا شي لعيبه تهيت البونوغ ما عندي تا بولا اللي تشعل لي فرص غنسالي سولو البولا اللي تشعل لك فرص هي الطالون ديالك ديجا عندك الطالون كيب جوين كيب شاينين تبارك الله عليك وخدمي على لعيبه ميلوديك غيكون كلشي مزيان ستوين عدوي عدوك انا عشره علاش عطيتيني فيت عذبتيني فيت اتفق معاك وكاين الدراري غيتفقوا معايا ملي غنقول لك لي زارتيست اللي كيطولوا في الدومين هما اللي كيعرفوا يبدلوا الجلده الموسيقى كتبدل كل 3 سنين 4 سنين 5 سنين كتجي حاجه جديده كتاكل السوق الا ما كانش عندك القابليه باش تضبط عليها الزكلم غتبقى مع الناس ديالك غتبقى محدود ماشي شي حاجه خايبه ولكن ما غتفوتش داكشي اللي اللي كتكون وصلت ليه وهذا هو التحدي اللي كان عندنا اليوم ستوين الا حكمنا عليك الا جوجينا غير التشالنج ديال اليوم بوحدو ديال لادابتاسيون على البيت ماقدرش نقول انك نجحتي فيها 100% مي غادي خصنا نشوفوا لي كونديدا اللي بقاو باش تكون عندنا صوره شامله على على لا بيرفورمانس كاملين ونشوفك من بعد ان شاء الله شكرا باقلا عليك ديزي اللي ما خلعكش بالحطه خلعك بلي كومونتير فهمتي يا اما كيجي دار داك الكلاس اللي كيخلينا نحسوا براسنا في مؤتمر كتشوفي فيك كتضعقي فهمتي الا جا دار بشي حاجه اللي هكا اللي كتخليه يبان لك زعما فهمتي كيعطيك شي كومونتير كيجلسك في الجنب صراحه واللي كومونتير ديال اليوم كانوا شويه قاصحين